نبتدي بقى الشغل، نبتدي كلام الجد وأخبارنا. أول خبر زي ما بقول لحضراتكم، الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة أصدر قرار جمهوري بالعفو الرئاسي عن 165 من الشباب المحبوسين في قضايا تتعلق بخرق قانون التظاهر. والرئيس عبد الفتاح السيسي وجه وزارة الداخلية أنها تنفذ إجراءات الإفراج عن الشباب الصادر ليهم عفو رئاسي النهاردة، وطبعا علشان يكون فرصة إن هم يعني يرجعوا بيوتهم بإذن الله بالسلامة ويقضوا أول أيام شهر رمضان في مع أسرهم بإذن الله تعالى. أنا معي على تليفون سيادة اللواء أبو بكر عبد الكريم المتحدث باسم وزارة الداخلية. مساء الخير يا سيادة اللواء، كل سنة وحضرتك طيب. مساء النور يا أستاذة لبنى، وحضرتك طيبة وخير، والشعب المصري ومصر بخير إن شاء الله. يا رب أمين يا رب العالمين. سيادة اللواء قولي بقى، الداخلية خلصت الإجراءات، إيه اللي بيحصل دلوقتي بالنسبة للشباب؟ يعني هو زي ما حضرتك أشرت كده أن السيد رئيس الجمهورية أصدر القرار الجمهوري رقم 257 بالعفو عن عدد 165 من المحكوم عليهم. القرار وصل للوزارة النهاردة، السيد مجدي عبد الغفار وزير الداخلية كلف رئيس قطاع مصلحة السجون باتخاذ الإجراءات اللازمة فوريا لتنفيذ هذا القرار. طبعا هو العدد ده بيبقى موجود في عدد من السجون، فلازم يتم تحديد السجون الموضع فيها المحكوم عليهم ويصدر بشأنهم قرار بالإفراج. وبالفعل تم تعديل الإجراءات، وتم يعني تكوين فريق عمل علشان اتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة لخروج هؤلاء المفرج عنهم. وبالفعل هتخلص الإجراءات النهاردة يعني يا فندم بإذن الله؟ لا، هو في ناس خرجت بالفعل، عدد كبير خرج كويس، والباقي جاي خروجه الآن لأن عملية الإفراج دي بتاخد وقت شوية، لأن بيبقى بيتم التأشير في الدفاتر، وبيتم إثبات رقم القرار، وبيتم إحضار المتعلقات بتاعته، وبيستلم أماناته. وكثير منهم فوجئ بهذا القرار، وكثير منهم يعني ما كانش مصدق ان في قرار صدر بالعفو عنه، وكثير منهم يعني قدم الشكر على هذا القرار، وكان فرحتهم كبيره والكلام ده حتى يعني موثق اعلاميا. وخرج عدد كبير جدا، والباقي بيستكمل خروجه الان، والنهارده باذن الله هيكون متنفذ القرار كاملا. طب يا ريت برضو لو حضرتك عندك معلومه اللي خرجوا بالفعل عددهم قد ايه لغايه دلوقتي؟ يعني اللي خرج تجاوز 120 125، وانا هعرف بعد شويه تمام. والسيد وزير الداخليه هياخد تمام بتنفيذ هذا القرار اليوم. عظيم، شكرا جزيلا. علشان الناس يعني تقدر زي ما حضرتك اشرت كده ان هم يقضوا اول يوم رمضان مع ذويهم. أكيد لفتة إنسانية طبعا كريمة. شكرا سيادة اللواء أبو بكر عبد الكريم المتحدث باسم وزارة الداخلية. أسمع برضو تعليق أستاذ حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. مساء الخير يا أستاذ حافظ. خير، وكل سنة حضرتك طيبة وحضرتك بخير. حضرتك بخير، ربنا يخليك يا فندم. أستاذ حافظ قول لي إيه رأيك في القرار اللي حصل النهاردة؟ والله ده قرار جيد، ويعني في الحقيقة رسالة جيدة، و نتمنى طبعا انه في اعداد اخرى من المحبوسين وطلبه وشباب محتاجين برضه الافراج عنهم. وانا قلت انه في ثلاث مناسبات جايين، نتمنى انه يبقى في كمان قرارات جمهوريه او قرارات بالافراج لنص المده. وعندنا 10 من رمضان، وعندنا 30 من يونيو، وعندنا العيد. دي ثلاث مناسبات يا ريت ناخد يعني نخرج عدد اخر من الشباب، واحنا عندنا قائمه فيها 206 من لسه كنت هسال. ده المجلس القومي يعني ودى القائمه دي للرئاسه يعني في والمجلس القومي ودينا القوائم للرئاسه، فنتمنى انه يبقى تعمل عليها دراسات وزاره الداخليه ويخرجوا الناس دول. يارا سلام وثناء سيف وعدد من الشباب، اظن دول مهم، لو خرجوا هيدوا مؤشرات ايجابيه في اتجاهات متعدده، وده المطلوب دلوقتي. احنا لما بنتكلم على مصالحه، المصالحه مش معناها بس مع الاخوان المسلمين، المصالحه ممكن تبقى بعيد فايت المجتمع الاشتراكيين ولا الليبراليين ولا الطلبه العاديين. فانا اعتقد ده مهم جدا ان دي تبقى رساله واشاره عشان نعمل المصالحه المجتمعيه مع اخوان المسلمين. في كتير من الشباب مظلومين في الحقيقه، موجودين مارسوا حقهم وفقا للدستور الجديد في التظاهر السلمي، ما مارسوش اي شكل من اشكال العنف، ودي اللي موجوده في القوائم اللي احنا شكلناها سواء كمجلس قومي لحقوق الانسان او كمنظمه مصريه وموجوده لدى الرئاسه، وجميعا يستحقوا ان يتم الافراج عنها. تمام، شكرا جزيلا استاذ حافظ ابو سعده عضو المجلس القومي لحقوق الانسان.